السلام عليكم جميع المغاربة خارج المغرب وداخل المغرب ولجميع الأمة الإسلامية بحول الله. خوتي كيف ما كتشوفوا معكم خوكم يونس من فنلندا، وانا مضطر ندير هذا الفيديو. انا ما كنتش باغي نديرو ولكن مضطر نديرو باش نهضروا على شي شتى مواضيع سبحان الله العظيم اللي دخلت في هذا 2020 اللي ما نعاودش لكم داخله ماشي هي هذيك. اول المواضيع هو 2019 ان سي او في هو فيروس كورونا اللي انتشر سبحان الله العظيم في الصين وبدا كينتشر في العالم. تقريبا دابا كاين 23 دوله حسب المعلومات كيف ما كتشوفوا، بان الفيديوهات الاصليين بزاف ديال من الداخل مابقاوش كيخرجوا دابا. تقريبا هذا هو النهار الخامس بالنسبه للقنوات ديال التواصل الاجتماعي مابقاش كتخرج الفيديوهات الجداد، لان الحكومه دايره حمله على اللي خرج شي فيديو يشدوه في الحبس. حتى من شي دكاتره شدوهم تقريبا في يوهان وفي مدن اخرى اللي ديكلاراو وقالوا هذا الشيء راه الرقم ماشي هو هذاك. تقريبا كيقولوا دابا الصحه المنظمه الصحه العالميه كتقول الرقم الشينوا كتقول وصلت 12000 وشي 200 وشي حاجه ديال حالات الموت. وانا خوتي ما كنظنش، لان تقريبا هذا الشيء غادي بواحد السرعه. الا جيتوا تشوفوا كيف ما كان الفيروس ديال السارس اللي كان في 2003 اللي انتشر، خدت المده ديالو 3 شهور باش ينتشر في امريكان عاد في كندا. هذا الفيروس هذا خوتي ما نعاودش لكم كينتشر بسرعه، تقريبا شي جوج سيمانات دابا والعدد غادي كيرتفع. وجميع القنوات الاعلاميه ديال الدول ما كتقولش الحقيقه، لان اللي كيهمهم هو التجاره العالميه، لان احنا بالنسبه لهم البشر العالمي كله مجرد ارقام. على داك الشيء شفتوا المنظمه ديال الصحه العالميه ما نهضتش، هضرت على هذا الشيء بالزربه. دازت جوج سيمانات وبقات كتحاول مع الصين ما قدرتش تخرجها، وهذه عاد ناضوا قالوا حكاره هذه راه خصنا دابا نحبسوا حاله الطوارئ، ولكن التجاره تبقى والطيارات شي وحدين يبقاو. اذا هنا كيفكروها في التجاره وفي الربح، ما كيفكروش في البشر. وكيف كتشوفوا اخوتي هذا الفيروس هذا سبحان الله العظيم ما كيبانش في بنادم، واخا يديروا ديك لاباري الحراريه اللي كدوز من المطارات ما كيبانش، كياخذ الوقت كياخذ من اسبوع حتى لجوج سيمانات عاد كيبان الفيروس. وكيقول لك دابا في القنوات المحليه والدوليه كيقول لك حكاره في كل دوله، راه الانفلونزا راه عاديه، الارواح راه كيدي في امريكان كيدي 80000 في العام حقا، وهادي في الصين هادي راه عادي، هذا راه ماشي فيروس يلاه دا. لا خوتي كاينه شي حاجه وشي حاجه خطيره للانسان خصو يحضي راسو. كيف كتشوفوا اخوتي كما قلت لكم هاد الشيء غادي ماشي هو هذاك، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى انه يكون داك الشيء غادي بواحد الناس تحضي راسها. زعما بصراحه انت من الماسكات ما تخدموش الماسكات دوك العاديين، خصكم تخدموا دوك الماسكات كيف ما غنوريه لكم في الفيديو من بعد، ماسكات ماشي عاديين. والماسك خصو ما تحاولوش تحتكوا مع الناس، واللي فيه الروح ولا شي حاجه يحاول يبعد من الناس وبعد، وديما استروا راسكم وغسلوا يديكم بالالكول، كي الالكول كتغسل به يدك ديما، وغسلوا الاجساد ديالكم وغسلوا الراس وغسلوا الحوايج ديالكم. ما تثيقوش، راه هذا الشيء خطير. حضوا راسكم، تمنوا من الله سبحانه وتعالى يحيد هذا الفيروس هذا في اقرب وقت ممكن يجيب الشفاء والعلاج لكل شيء، لان هذا الشيء ما كيفرحش. ما بصراحه ما نعاودش لكم، هذا الشيء غادي خطير، والناس بزاف باقا ما انتبهتش بان هذه الارقام اللي كيعطيو راه ماشي حقيقيه، راه بزاف بكثير. وما تنساوش بان قبل ما يديكلاريو حاله الطوارئ في ديك مدينه يوهان اللي بان فيها الفيروس اللي هي في وسط الصين، سبحان الله العظيم 5 مليون ديال البشر اللي خرجات من ديك المدينه عاد ديكلاراو في 23 حاله طوارئ تماك، ما خلاوش الناس تخرج. وكيف ما كتلاحظوا الفيديوهات اللي هادو سيركيلاو هذه 5 ايام كيبين لك بان وصلت للدرجه لبعض المدن اخرى، الناس ديال الاحياء ديال ديك المدن كيحسوا بان شي فيلاجات حداهم تاهما مآدين، ولاو دايرين حصار ولاو دايرين ديك الطريق كيحبسوها، ولاو هما حامين الزناقي ديالهم بزاف د الحوايج ما نعاودش ليكم. وكيف ما كتشوفوا اخوتي هذا الشيء كامل اللي كيحاولوا يروجوه راه خدام على المصلحه ديال الدول الكبرى، لان هي اللي كتفكرها في الاقتصاد، ما كتفكرش في الحياه البشريه ولا العلاج. المهم خوتي خذوا راسكم، والوقايه احسن من العلاج. وما نعاودش ليكم
حضيو راسكم حضيو راسكم، حاولوا تنتبهوا وحاولوا تغسلوا يديكم بالالكول، وحاولوا تكونوا تاخذوا الاحتياط اقصى ما يمكن، لان هذا الشيء معاك يبشرش بالخير، وهذا الفيروس الله يستر غادي بواحد الانتشار ما نعاودش لكم، لدرجه ان مدن ولات شبه مدن اشباح، ما بقاش فيهم بنادم ما كتحركش، وما ما تحاولوش ترعبوا. المهم الحمد لله كونوا على بال وحضيو ما تهلعوش. وبالنسبه للاخص المسلمين والمؤمنين الحمد لله احنا عندنا ثقه في الله، والانسان يصلي ويخاف الله ويدير الخير، والموت راه كتجي في اي لحظه، ماشي دابا ماشي غتجي غدا ولا غتجي ديما، راه الموت ديما سبحان الله العظيم، راه ما كتختارش، راه اللي في حقه كيموت راه غادي يموت، الاجل راه وصل راه وصل. وكما كنقول لكم سبحان الله العظيم اللي خلاني ندير هذا الفيديو، انايا ما كنتش باغي نديرو، ولكن سبحان الله العظيم اللي خلاني ندير هذا الفيديو هو انني انا اعوذ بالله نقول لكم، انا هذه جوج سيمانات قبل ما ينتشر الفيروس كنت داير ريزيرفاسيون ديال لوطيلات في اسيا، هذه هي المره الثالثه اللي كنت غنمشي لها في شرق جنوب اسيا، وكنت داير ريزيرفاسيون ديال لي زوتيل لي هوستيل ولي زوبيرج عندهم تما الدنيا رخيصه، واضطريت سبحان الله العظيم اني لكل شيء، لان السبب كيف كتشوفوا راه هذا المرض هذا راه كينتشر بسرعه، والحمد لله هو اللي خلاني نوصيكم ما تحاولوش تمشيو الاماكن اللي فيهم المرض هذا، وخذوا احتياط. وبالنسبه لمساكن المغاربه اللي بقاو، الطلبه اللي بقاو في الصين، يحاولوا يرجعوا ما تبقاوش، الا رجعوا شويه فيكم حاولوا ترجعوا كلكم، لان سبحان الله راكم نتوما في المنطقه صفر، راه واعر راه كينتشر ما تحش به، وعلى ما كيقولوا على ما كيقولوا هذا الشيء هذا الفيروس هذا كورونا هو نتاج على الفيروسات الاخرين، بحال السارس اللي بان في الشينوا، وبحال الميرسك اللي بان في 2012 في السعوديه، وبحال الفيروس حتى هو كورونا كان الاول اللي كان بان في اسبانيا، وكورونا كتعني التاج عنده سبحان الله العظيم داير بحال التاج ديال الملاكي، واسبانيا راه في 1918 راه دات 100 مليون ديال 16 مليون هذه في الصبليون، وفي اوروبا وفي هذه دات 100 مليون تقريبا هذا الفيروس هذا، باش تعرفوا راه خطير، وهذا الفيروس هذا اسرع منه خطر منه. نتمنوا من الله الشفاء لخوتنا العرب المسلمين والمؤمنين وجميع البشريه بصفه عامه، الحمد لله ما نتمنوش هذه المضره لاي شعب، الله ينجيهم ويحاولوا ان شاء الله يستافدوا الشعب الصيني والحكومه الصينيه تستافد من هذا المرض، وما تبقاش تكتم على الاسرار ديال الاخبار، خاصها تصرح بالاخبار باش الانسان يدير احتياط. والسبب الثاني قال لك، السبب الاول قال لك جمال الحيوانات، انا ما نظنش، لان اصلا الشينوا راه كياكلوا هذا الشيء ديال الحيوانات البريه من قديم الزمان، ماشي الله غادي ياكلوها، على ما كنظن اعتقادي انا والعلم لله. قال لك هذا الفيروس هذا تسرب من واحد البراط، لان كاينين جوج مختبرات في يوهان، واحد تبنى في 2015 والاخر تبنى في 2017 ومشاركه معاهم فرنسا، قال لك كان هذا الفيروس هذا خرج من المختبر، وكانوا كيديروا تجربات الحروب البيولوجيه، ماشي جرب الجرثوميه، الحروب الجرثوميه والبيولوجيه، ونتمنى هذا الشيء ما يكونش صحيح، لان الله يستر هذا الشيء غادي في خطر، وهذا الشيء كيخلع، وكنطلب من الله الرحمه، كنطلب من الله الشفاء العاجل لجميع المصابين مساكن جميع حول العالم، وكنتمنى من خوتنا المسلمين والمؤمنين والمغاربه، جميع المغاربه في الداخل ولا في الخارج، والعرب بصفه عامه والمسلمين، ياخذوا احتياط ويصليوا ويديروا الخير، لان الدنيا فايته، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى.